مفاجآت نتائج الانتخابات تتوالى. رئيس الكتائب مرتاح للجو العام. واشنطن تشجع القادة السياسيين على تمرير الإصلاحات. الأمم المتحدة تنتظر بفارغ الصبر تشكيل حكومة. أهلا بكم. مجلس النواب يبدأ بميشيل دويهي شمالا وينتهي بالياس جرادي وفراس حمدان جنوبا، مرورا بمارك ضو وحليمة قعقور ونجاة صليبة جبلا وسينتيا زرازير وابراهيم منيمني وملحم خلف في البيروتين. مجلس نواب من دون أسعد حردان وإليل فرزلي وطلار إرسلان ومروان خير الدين. هي الثورة، لو توحدت لكانت تربعت على عرش البرلمان، لكنها عبرة مفيدة للمستقبل لمن يعتبر. مفاجآت النتائج توالت ليلا مع إعلانها رسميا. حاصل لشمالنا أوصل ميشيل دويهي إلى زغرتا التي باتت بمقعديها للقوى التغييرية. ميشيل دويهي مكان أصطفين دويهي وميشيل معوض ومقعد واحد للمردة بشخص توني فرنجي الذي عوض في بشري بفوز حليف على لائحة المردة هو ويليام طوق مكان جوزيف إسحاق. وفاز في الكورة أديب عبد المسيح المدعوم من حزب الكتائب إلى جانب فوز فادي كرم من لائحة القوات وجورج عطلة من لائحة التيار التي عادت وأمنت حاصلين في الشمال الثالثة وياسين ياسين في دائرة البقاع الغربي. الخارجية الأمريكية رحبت بإجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها من دون وقوع حوادث أمنية كبيرة وقالت نشجع القادة السياسيين في لبنان على تجديد الالتزام بتمرير القوانين والإصلاحات. مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شنكر لفت إلى أن التيار الوطني الحر مر بوقت عصيب للغاية في الانتخابات، والولايات المتحدة حملته مسؤولية أفعاله التي اعتبرتها فاسدة. وقال في تصريح للـ LBCI لو توحد المجتمع المدني ودخل كمعارضة متماسكة ربما كان بإمكانه الفوز بالمزيد من المقاعد، وأضاف لا أعتقد أن دعم للمعارضة في الانتخابات اللبنانية تدخل بالشؤون الداخلية، فأنا شخصية عامة ولست مسؤولا في حكومة الولايات المتحدة. وعلى الخط الروسي رحبت وزارة الخارجية بإجراء الانتخابات النيابية مجددة موقفها الداعم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه والتزامها في تطوير العلاقة الودية معه. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده تحترم تصويت الشعب اللبناني ولم تحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ بدوره اللبنانيين بإجراء الانتخابات مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي. وناشد غوتيريش القادة السياسيين اللبنانيين العمل سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني. المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانتسكا باركت للبنان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كاستجابة أولى لتطلعات اللبنانيين، ولفتت إلى أن العديد من التحديات لا زالت ماثلة وفي مقدمها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وزير الداخلية بسام المولوي أكد أن الحديث عن فقدان صناديق اقتراع غير صحيح، مشددا على عدم وجوب تلاعب أو مشاكل رافقت عملية فرز الأصوات. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أن الحكومة نجحت في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة على الرغم من حدة الانقسام السياسي والتشنج الذي كان سائدا، وأمل أن يتعاون الجميع لإتمام مراحل الإنقاذ المطلوبة.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أبدى ارتياحه للجو العام في الانتخابات، وقال للـ LBCI: لقد حصل تغيير في العمق، وإذا استمر حزب الله بتهديد اللبنانيين وفرض من يريد، فنحن نعده أننا لن نخضع لشروطه ولن نستسلم له أو لغيره، وسندخل في اشتباك سياسي إذا حاول فرض إرادته بمعزل عن الانتخابات وقرار الناس والتوازنات الجديدة الموجودة في المجلس اليوم. نحن بالأساس كان طموحنا أنه تربح المعارضة، ومعركتنا ولا مرة، وهذا الشيء برهناه بكل السنين الماضية، كانت معركة لنا نحن. نحن كان دايما معركتنا وطنية، حزب الكتائب هو بخدمة لبنان وبخدمة قضية عم بيدافع عنها، وبفتكر هذه القضية انتصرت بهذه الانتخابات بمجرد أنه اللوايح اللي نحن داعمينا بكل لبنان تمكنت أنه تنجح وتنجح بجدارة. وأضاف رئيس الكتائب: نريد حكومة مستقلة تضع برنامجا لإنقاذ البلد، وتمنى من الجميع الاحترام المتبادل والاعتراف بالآخر والذهاب باتجاه التعاون من أجل مصلحة البلد، مبديا الاستعداد للتعاون مع أي فريق سياسي حول أي نقطة نتفق عليها معه. عنا كلنا سوا مسؤولية كتير كبيرة بأنه نحط إيدنا بإيد بعضنا، وهذا الشيء اللي عم نبشر فيه صرنا سنين، أنه يكون في توحيد لقوى المعارضة، كيف بالأحرى بالمجلس النيابي بعد انتخابات عبروا فيها اللبنانيين عن إرادة حقيقية بتغيير بالنهج السياسي بالبلد. لازم نكون على قد هالمسؤولية يلي عطيوها اللبنانيين لهالقوى التغييرية بأنه نتوحد، وهيدا مطلب عارم وجامع عند كل اللبنانيين، يلي هو توحيد المواجهة بوجه منظومة السلاح والفساد بالبلد كرمال تنقدر نعطي نتيجة، لأنه إذا ما توحدنا ما فينا نعطي نتيجة. رئيس الحكومة السابق سعد الحريري غرد عبر تويتر كاتبا: انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد إلى الحياة السياسية. قرارنا بالانسحاب كان صائبا، وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا. سنبقى حيث نحن، نحمل حلم رفيق الحريري، ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس. نسأل الله أن يحمي لبنان. النائب إلياس حنكش أكد لصوت لبنان أن قطار التغيير بدأ. هيدا الشعور اللي كان بدنا اياه نهار، كنا دائما عم نقول بدنا نوع نهار الاثنين نحس حالنا انه في تغيير بالبلد. وصراحه الشعب اللبناني من بعد كل المشاكل اللي تعرض لها، ومن بعد كل سوء الاداره، ومن بعد كل بيع الاوهام والكذب المستمر، والمرحله اللي وصلنا لها بعتقد عبر باحسن طريقه ممكنه لمعاقبه اللي وصلنا لهون. وبالتالي برايي انا بكثير من المحلات بالمناطق اللبنانيه سقط رموز السلطه يلي كانوا عم بيتعاطوا بفوقيه مع الشعب اللبناني وبتعجرف بانفصال عن الواقع اللي عم بيعيشه المواطن، بالتالي الناس قالت كلمتها. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال: نرتضيكم خصوما في المجلس النيابي، ولكن لن نتقبلكم دروعا للإسرائيلي ولمن وراء الإسرائيلي، لا تكونوا وقودا لحرب أهلية. الفرز شرف على نهايته في طرابلس، والنتائج باتت شبه نهائية. التفاصيل مع روعة الرفاعي. بالرغم من أن نسبة المشاركة في الاقتراع في الدائرة الثانية طرابلس المني والضني كانت منخفضة ولم تتجاوز 28%، إلا أن عملية الفرز لا تزال مستمرة حتى إعداد هذا التقرير. التأخير أدى إلى بلبلة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والحديث عن تزوير يحصل خاصة بعدما بدأت بعد منتصف ليل الأحد تراجع أسهم النائب فيصل كرامي وتدني حظوظه في الربح. وهكذا بدأت مسيرة انتظار النتائج، والتي ترافقت مع فوضى في شوارع طرابلس لجهة الإطلاق الكثيف للنيران بطريقة عشوائية، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، حالة البعض منهم حرجة، فضلا عن وفاة طفل أصيب برأسه. وليل أمس أشار اللواء أشرف ريفي الفائز عن لائحة إنقاذ وطن إلى دخول سيارة إلى حرم السرايا تنقل صناديق بهدف قلب النتائج، مما دفع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة إلى إصدار بيان ينفي به الخبر.
فارس صناديق المغتربين أصدر تقدم كبير للائحة انتفض للسيادة للعدالة والتي يرأسها الدكتور رامي فانج، وهي من عصب ثورة 17 تشرين، وبدأت الاحتفالات أمام مكتب اللائحة في منطقة الجميزات. لكن المعلومات التي توفرت لصوت لبنان صباحا تشير إلى أن اللائحة خرجت من المنافسة، حيث من المتوقع أن ينحصر الفوز بكل من أشرف ريفي لائحة إنقاذ وطن، طه ناجي الإرادة الشعبية، إيهاب مطر لائحة التغيير الحقيقي، فيصل كرامي الإرادة الشعبية، كريم كبارة لائحة للناس، أحمد الخير لائحة لبنان لنا عن المنية، عبد العزيز الصمد وجهاد الصمد عن الضنية، إلي خوري مرشح القوات اللبنانية عن الموارنة، جميل عبود روم أرثوذكس. أما المقعد العلوي لم تتضح صورته حتى الساعة بعد التأكيد على خروج النائب علي درويش. إذن الفرز مستمر، وهناك عدد قليل من الصناديق داخل قصر عدل طرابلس تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية دعا إلى أقفال المدارس والمعاهد والثانويات والجامعات اليوم في دائرة الشمال الثانية لحين الانتهاء من الفرز وصدور النتائج الرسمية وتأثيرها على الشارع الطرابلسي. من طرابلس روع رفاعي، صوت لبنان. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل. مجددا الرغيف مهدد. أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير منذ قليل، التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن. أهلا بك جوزيفين. صباح الخير كريستال. بالحقيقة كما ذكرتي صدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية وسجل ارتفاعا في البنزين 98 أوكتان بلغ 34 ألف ليرة، وباتت الصفيحة ب 558 ألف ليرة. ال 95 أوكتان ارتفع 35 ألف ليرة، وباتت الصفيحة ب 548 ألف ليرة. أما المازوت ارتفع 16 ألف ليرة لتصبح الصفيحة ب 615 ألف ليرة. البنزين ارتفع لسببين، أولا الارتفاع العالمي للمشتقات النفطية، وثانيا ارتفاع سعر صيرفة في لبنان 500 ليرة، هذا في ظل شحن في تسليم المادة لعدم قيام مصرف لبنان بتحويل الاعتمادات حسب أسعار صيرفة. هذا كل شيء كريستال. شكرا لك جوزيفين. حياتيا أيضا أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران أن القطاع يمر بأزمة نقص حادة في مادة الطحين منذ أسبوعين، محذرا من أن الكميات شرفت على الانتهاء في مهلة لا تتعدى الثلاثة أيام. نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم رأى عبر صوت لبنان وجوب حل الأزمة اليوم. بالنسبة لوضع الخبز يعني نحن كنا عارفين أنه نحن بأزمة، بس كنا ناطرين لتمر الانتخابات على خير. مشكلة نحن آخر جلسة بمجلس الوزراء كلنا بيعرفوا المعنيين إنه القمح موجود بالمطاحن بس غير مدعوم، في 7 مطاحن مقفلين من أصل 11 مطحنة، يعني في 4 أو 5 مطاحن عم يشتغلوا، هدول ما بيكفوا لبنان بالخبز. نحن هلأ بالأزمة، أكثر فرن عنده نهار أو نهارين أو 3 أيام، يعني نحن هلأ رح نشهد أزمة إذا اليوم ما انحلت، لأنه ما فرقاني معهم، كان لازم يحلوها امبارح، ما حدا فرقاني مو إذا في خبز أو ما في خبز. نتمنى أن اليوم يحلوا الأزمة وما نرجع لطوابير الخبز. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. أول رئيسة وزراء فرنسية منذ 30 عاما. عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء خلفا لجان كاستاكس الذي كان قد قدم استقالته صباح أمس، وبذلك أصبحت بورن أول امرأة تشغل المنصب منذ 30 عاما. الآلة العسكرية تتكلم وحدها في أوكرانيا.
اللغة الوحيدة الناطقة في أوكرانيا هي الرصاص والمدافع والصواريخ، ما يقفل الباب حتى اليوم أمام الحلول الدبلوماسية ويبعد إمكانية عقد لقاء قريب بين رئيسي روسيا وأوكرانيا. آخر الإمدادات العسكرية جاءت من واشنطن، حيث أن مدافع هاوتزر التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أخرى ساعدت كييف في الصمود ضد روسيا، حسب ما يؤكد مسؤول عسكري أمريكي للأي بي. أمريكياً أيضاً أكد الرئيس جو بايدن أن اليونان والولايات المتحدة تتفقان على محاسبة بوتين وفرض تكاليف اقتصادية قاسية على روسيا، وقال: نرى جرائم حرب وفظائع مرعبة في أوكرانيا. وسط هذه الأجواء قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: بينما روسيا تشن حرباً في أوروبا، نقف معاً لتقديم الدعم لكييف ولمنع التصعيد، مضيفاً أن الطلب المحتمل من فنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو سيعزز أمننا المشترك. وفي الوقت الذي بحث فيه وزير الخارجية الأوكراني مع المسؤولين الأوروبيين منح كييف وضع مرشح لعضوية الاتحاد، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن انضمام فنلندا والسويد في الظروف الحالية يجعل المنظمة بؤرة للإرهاب، وقال: لن نقبل بانضمامهما إلى الحلف من دون تلبية شروطنا. ومن ترددات الحرب الروسية، حذرت منظمة اليونيسف من أزمة سوء تغذية كارثية للأطفال بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا وزيادة الأسعار. تزامناً لفتت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى أن أي قيود على الصادرات ستؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء، آملة أن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح. وإلى الصفحة الرياضية مع رومن طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية بكرة السلة الأمريكية للمحترفين. فاز بوستن سيلتكس على ضيفه ميلواكي بوكس بنتيجة 109-81، ورح يلعب بوستن سيلتكس بنهاية القسم الشرقي أمام ميامي هيت بالسلسلة وبتنطلق اليوم. كما حقق دالاس مافريكس الفوز على فينيكس سانز بنتيجة 123-90. إلى ذلك، وصلت بعثة فريق باريس سان جيرمان للعاصمة القطرية الدوحة بزيارة بتستمر ليومين، ورح بيقوموا لاعبو الفريق خلال جولة بزيارة 2 من ملاعب كأس العالم قطر 2022. وبأخبارنا أيضاً، بغادر رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القصوف إلى الكويت اليوم للمشاركة باجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للعبة اللي رح ينعقد بكرة الأربعاء، ورح بغادر القصوف للعاصمة البحرينية المنامة للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة اللي رح ينعقد ب 21 أيار. وإلى الأحوال الجوية. الجو اليوم مشمس والحرارة بتتراوح بين 19-23 درجة، الرياح غربية جنوبية بسرعة بتتراوح من 10-15 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 71%. بكرة رح نشهد ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي بتسجل 24 أقصاها و19 أدناها. الخميس الجو صافي بأغلب الأحيان مع استقرار بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 19 و24. نوصل للجمعة وكمان الحرارة مستقرة نسبيا على 25 أقصاها و19 أدناها. سبت الجو رح يكون صافي بأغلب الأحيان والحرارة رح تتراوح بين 18-24 درجة. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.